أعزائي الطلاب، نكمل في حل أنشطة درس هوتشا كالون جولا جولا في الصفحة 19. نبدأ بالنشاط الأول. متينده geçen hoşça kalın güle güle sözlerini ne zaman ve hangi durumlarda kullandığınız yazınız. متى نستخدم كلمتي hoşça kalın güle güle في أي زمان وأي حال. Hoşça kalın bir yerden ayrılırken o yerde kalan kişilerden bir iyi dilek sözcü grubudur. هي كلمة يقولها الشخص المغادر للمكان، يعني عندما أنا أريد أن أغادر مثلا مقهى مثلا أو مكان تجمع أصدقائي فيه أقول لهم هوتشاكا. أما جولا جولا فالأشخاص الآخرين الجالسين يقولون لك جولا جولا، يردون عليك بكلمة جولا جولا. طبعاً bu sözleri birer cümlede kullanınız. İstihdam هذه الكلمات في جملة. الجملة الأولى ben pazara gidiyorum. Siz hoşça kalın. سأذهب إلى السوق. Pazara إلى السوق. Hoşça kalın. Bay bay. أو وداعا. أو الجملة الثانية عن güle güle. Gideceğin yere güle güle git. اذهب إلى المكان الذي تريد ذهب إليه. مع السلامة. النشاط الثاني كما طلب منكم في الدرس الأول استخراج الكلمات التي تراها غريبة عنك والبحث عليها في قاموس TDK اللي هو قاموس ترك ديلي كورومو، هيئة اللغة التركية أو مؤسسة اللغة التركية، وهو متوفر على الهواتف بنفس الاسم تطبيق TDK. بإمكانكم البحث من خلاله عن الكلمات التي لا تعرفونها، هو الأكثر موثقة طبعا، وكتابتها على الدفتر ليبقى لديكم آخر العام مخزون كلمات كبير لكم جدا. النشاط الثالث aşağıdaki soruları hoşça kalın güle güle metinden hareketle cevaplayınız. بدنا نجيب عن أسئلة عن النص السابق. السؤال الأول يزار يشده هنجي أولاي لاردان يكون مقتدر، الكاتب من الأحداث التي عاشرها، يعني ما هو الذي يزعجه أكثر أو يكون أو يغضبه أو يزعجه أو يضايقه، يعني بهذا المعنى تأتي. طبعا أساس ما تكلمنا عنه يزعجه السلام لاشما في ودا لاشما كالب larının yanlış kullanmaktan yakınmaktadır. ينزعج من الاستخدام الخاطئ للكلمات أو قوالب الوداع والسلام. قالب يعني الكلمات، الجمل أو العبارات المستخدمة. اثنان، السؤال الثاني يزار تليفون konuşması güle güle denilerek bitirdiğinde neler hissediyor؟ ماذا يحس الشخص أو الكاتب، ماذا أحس عندما قبل أن يغلق الهاتف قال له الشخص الآخر güle güle، مع السلامة. Sanki zorla bir yere gönderiliyormuş gibi hissetmektedir. Kendi عم بيقول لي يعني عم بيودعني واني انا رايح لمكان، هو عم بيبعثني، هو يرسلني او انا خارج الى مكان اخر. Yazara göre telefon konuşmaları neden güle güle denilerek bitirilemez? لماذا لا يصح ان ننهي مكالمه الهاتف بعباره güle güle؟ Çünkü telefonla konuşan kişi hiçbir yere ayrılmıyor. Evinde kalıyor. Yani ben أغلق الهاتف معك لن أذهب إلى مكان آخر. ما زلت في منزلي. 4. Yazarın Türkçenin günlük kullanımı ile ilgili düşünceleri nelerdir? Açıklayınız. الكاتب يعني ما هي الأفكار لديه عن الاستخدام اليومي للغة التركية؟ يقول بوجه نظر الكاتب Türk gençler vedalaşma ve selamlaşma yanlış kullanıyorlar. برأيه أن هناك استخدام خاطئ للمصطلحات أو لكلمات الوداع والسلام. بعضا يابانجي كلمة لري كولانيو.
بعض الشباب يستخدمون كلمات أجنبية مثل بايتشا وحكينا عنها. السؤال الخامس، متين دي يزار تليفون لا كونوشور كين هانجي هاتا لارون يابلتوندان بحسديور. إكي تاني أرنك بيرينز، أثناء الحديث عبر الهاتف ما هي الأخطاء التي نقع فيها أو وذكرها الكاتب تكلم عنها الكاتب؟ نعطي مثالين عليهما. المثال الأول، كلمة ريان لش كلما، استخدام خاطئ للكلمة. تليفون كباتنجا غولي غولي ديور، مثلا عندما نغلق الهاتف نقول غولي غولي، وهذا استخدام خاطئ للجملة. المثال الثاني، تليفونو بير باشكاسي اتشيور ارادوم سويلر ميسن ديدين دي كارشو داكي ندن اولماسن، عندما يفتح خط شخص اخر التليفون ويقول لدينا يعني سويلر ميسن ديدين دي يعني ماذا تريد ان تقول لنا مثلا، او نقول له ننتظر منه جوابا على سؤال ما يعني هذا المقصود، يواجهنا بندن أمص. ليش؟ لماذا لا يكون يعني؟ لماذا يكون؟ يعني مثل ما سألت السيدة عن ابنها إنه أنا أمه، يعني ليش ما تكون، لماذا لا تكوني أمه يعني؟ يعني طريقة سخيفة في الكلام مع شخص أكبر منك. السؤال السادس، تليفون داكو نشهور كن كل لندنز إفادة لردكات إديور مصنز ندن، هل تنتبه أثناء تحدثك بالهاتف إلى ما تقوله؟ لماذا؟ طبعا طب evet dikkat ederim، لازم انتبه هنا ديورم، çünkü başkalar saygı göstermeliyiz، يجب ان اظهر الاحترام للشخص المقابل وبالاخص عندما يكون شخص اكبر منك. السؤال السابع، yazar metindeki bu tür konuşma hatalarına neden dikkat çekiyor olabilir؟ açıklayınız. لماذا انتبه هذا الكاتب لهذه الأخطاء تحديدا؟ لماذا ذكر هذه الأخطاء تحديدا؟ لماذا من الممكن يعني سحب هذه الأخطاء؟ çünkü dilimize gerekli önemi vermediğimiz ve dilimizin kurallarını çiğnediğimiz، dilimiz bozduğumuz söylemeye çalışmaktadır. لأنه يرى أن لا نعطي أهمية للغة التركية، مثل ما نستخدم كلمات أجنبية بعض الأحيان، قواعد اللغة تشي ندي ينس، معنى الكلمة تشي تشيني هو الحنك الذقن، يعني بمعنى انه معلكها بتمه، يعني انه احيانا مثل ما صرخت فيها المرأة الفتاة قالت قولي قولي بطريقة غير مؤدبة، يعني مدت الكلمة قولي قولي يعني هكذا قالتها، فترى انه هذا يخرب اللغة. ننتقل للصفحة 20 والنشاط الرابع. دوردنجو اتكلم. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Cevap هذه الأسئلة من النص. Metin konusu موضوع النص. طبعا موضوع النص selamlaşma ve vedalaşma kurallarında yaptığımız hatalardır. الأخطاء التي نقوم بها أثناء السلام والوداع. Metin ana fikri. Şu هي الفكرة الأساسية من النص. عن ماذا فكرة النص. عن ماذا فهمنا من النص. konuşmada doğru kuralları uyarmalıyız. Uyarmalıyız. تنبه، يجب علينا أن نتنبه لقواعد الكلام وأثناء الكلام. النشاط الخامس، hoşçakalın güle güle metinden alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz. طبعا هذا القسم باللون الأسود هو من النص الأعلى. لن أعيد قراءته باللغة التركية لأننا قرأناه، سأقرأ ترجمته أو معنى أذكر بمعناه بشكل سريع. أن في المسلسلات المحلية، في المسلسلات التركية يعني، بعض المحادثات التي تحدث، أن الأب أتى إلى المنزل، ساعده يعني، ساعد في عمل ما، وهو خارج قال لابنته هوتشاكا، هوتشاكا. فالفتاة يعني تعرضت لكارشلك يعني بيلقى يعني تخربطت يعني ما عرفت شلون بدها ترد. المهم السؤال الأول، يزار كندي فكريني أتشك لاركن بير ديزي أدنو نيتين فيرمشتر،
يعني لكي يشرح فكرته الكاتب، لماذا ذكر اسم المسلسل بابا إيمينتا؟ بو يöntem ile هذه الطريقة anlatmak istediğini daha etkili bir şekilde anlatım yollardan faydalanarak anlatmış olmaktadır. من أحد طرق الشرح طبعا هي ذكر مثال بالاسم، تذكر مثال محدد. هذه إحدى طرق الشرح. السؤال الثاني ب: بو dizinin adını vermesine parçaya nasıl bir katkısı olmuştur؟ يعني أعطى اسمه كيف كان له تأثير؟ كيف كان تأثيره؟ Vermek istediği mesajı okurun aklında kalıcı olacak örneklere zenginleştirmek yapmıştır. أغنى أمثلة كثيرة بعقلنا، يعني الأمثلة تغني المعلومات، تزيد من المعلومات، تجعل المعلومة يحتفظ بها المخ أكثر. يعني عندما أذكر مثلا، نذكر نعلم الطلاب مثلا الصغار، تعلمه الجماع، لا تبدأ معه 1+1=2، إنما تفاحة مع تفاحة، تفاحة ده. هذا هو المقصود بالمثال. السؤال جاء: sizde günlük hayatta yapılan dil yanlışlarıyla ilgili örnek yazınız. طبعا هو يسأل عن مثالين من حياتنا اليومية عن كلمات تفهم بمعنى خاطئ. مثلا yine yerine yeni denilmesi، نحط كلمة yine بدل yeni، كل كلمة منهم لها معنى مختلف تماما. yeni يعني جديد. مثلا hata yerine hatta denmesi، hata خطأ، أما hatta هي نفس الكلمة باللغة العربية، حتى نفس المعنى، فكلمتين مختلفتين تماما. ننتقل إلى النشاط السادس في الصفحة 21. aşağıdaki verilen telefon kullanma kılavuzunuzu inceleyiniz. طبعا هذا بيقول لك دليل جاي مع التليفون. الدليل هو أي قطعة كهربائية أو إلكترونية تفتحها تجد معها كتيب يشرح لك عن عمل هذه الآلة أو الجهاز، ويكون هذه القصاصة، هذه القصاصة جزء منه، هذه القصاصة. طبعا هو دليل استخدام الجهاز، يتضمن مثلا هذا الكلافز، شوفي مثلا داخل الكلافز، وهذا الدليل شوفي جواته ماذا يوجد داخله. بو كولانن كلافزو özel olarak cihazının işlevleri ve özellikleri konusunda siz yol göstermek için tasarlanmıştır. طبعا هو يعطيك فكرة عن خواص الجهاز، كيف يعمل، مثلا له كاميرا كذا، كرت ذاكرة، شاشته بحجم إلى آخره، خواصه، ماذا يعني آلية عمله. أنجي بني أوكو، اقرأني أولا. güvenli ve doğru kullanım sağlamak için cihazının kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle أقيم. قبل استخدام جهازك، لأجل استخدام آمن لجهازك من قبل استعماله، اقرأ هذه التعليمات بعناية بانتباه. Bu kılavuzdaki açıklamalar cihazının varsayılan ayarların esas almaktadır. هذا الدليل يستخدم منه أداء الجهاز المثالي. Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir. يشرح لك طبعا الرسومات والأشكال ممكن تكون مختلفة عن المنتج الحقيقي. طبعا تعرف الصورة ممكن تكون أصغر، تكون على الورقة ثنائية الأبعاد بينما الشكل الحقيقي ثلاثي الأبعاد.
kullanılabilir özellik ve ek hizmetleri cihaza yazılma veya servis sağlayıcıyla göre değişebilir. يشرح لك طبعا سيرفيس اللي هي خدمة العملاء أو خدمة الزبون أو الشركة مثلا إذا حدث خلل في الجهاز أو هاي يشرح لك ذلك أيضا. Uygulamalar ve işlevi ülkeye bölgeye ya da donanım özelliklere göre değişebilir. يشرح لك أنه ممكن تتغير مواصفات الجهاز من حيث البرامج التي تنزل عليه أو إمكانيات ضمانها زي التخزين أو قطع الجهاز اللي هي المعالج، الذاكرة، الكاميرا، قد تختلف من بلد إلى آخر. قد تختلف من بلد إلى آخر. Lütfen bu kılavuzu saklayın. خبئ هذا الدليل. ما تضيعه، لا تفقده. مهم الأسئلة نجيب عليها عن هذا المتين. Farklı karakterlerde verilen kullanma kılavuzunda okumakta zorlandığınız yerler oldu mu? Açıklayınız. يعني الحروف المعطاة أو التعليمات المعطاة أو الشروحات المعطاة، هل تعاني من صعوبات في قراءتها؟ طبعا بسبب أنه شروحاتهم المختلفة قد تحدث صعوبة في الفهم أو القراءة. Although çünkü farklı karakterler okumakta zorlandır. طبعا هي تكتب بحروف مختلفة أحيانا حسب البلد التي تأتي منه. ب. كلما كلفظ جهازının bakımı, saklanması, korunması ve B hakkında sizi nasıl yönlendirmektedir. Açıklayınız. دليل استعمال هذا جهازının bakımı العناية بالجهاز، saklanması تخزينه أو تخريبه، korunması حمايته. يوجهك يعني يشرح لك أو يعطيك التعليمات كيف تتعامل مع جهازك. اشرح مثلا يعني اختر ماذا يفيده جهاز kullanması، كيف استعمل الجهاز، مثلا زر التشغيل من اين، زر اضعاف الصوت، تقوية الصوت، كابل الشاحن، مدخل السماعات او الهيدفونز الى اخره، نصل شارج olduğu bilmesi يعلمني كيف اشحنه، عمرينه uzatması كيف طول من عمره، مثلا يطلب منك مثلا انه اشحن الجهاز مثلا حتى يمتلئ عن آخره، مثلا الوضع الليلي كي تطيل عمر الجهاز إلى آخره من تفاصيل خاصة بالتليفون. السؤال جاء oyuncak larınızın kullanma kılavuzunu okuyor musunuz؟ neden؟ إذا جلبت لعبة هل تقرأ الدليل الخاص بها؟ okuyorum، أكيد سأقرأ. nasıl kullandığı bilmek için، كي أعلم كيف أستعملها، كي أعلم كيف أستعملها. أي جهاز طبعا نجلبه، تلفزيون، راديو، تليفون، أي جهاز إلكتروني أو كهربائي بحاجة إلى أن نفهم كيف نستعمله. أشكر لكم متابعتكم ونكمل إن شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.